Salut tout le monde, c'est Hind. Vous êtes de nouveau dans la chaîne Hind Rouz. Étape numéro 2, tifis dati et tout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment chacun d'entre nous étoffe la langue française. أو لا عقبة اللغة الفرنسية هو مشكل كيعني منه أكثر من نص الكثير ديال المغاربة. إلا ما بغيتش نعمم ونقول 90% من المغاربة. المشكل كبر معنا من صغر، من يامات كانت كتزرب عنا المعلمة، من يامات كنا كنتهجا وكيضحكوا عنا لي كوليك، حتى ولا هذا مشكل نفسي أكثر ما هو مشكل لغوي. هذا المشكل ما كيختلفش على حسب لاج، حيت كنلقاو كاع الطلبة في لافاك وعندهم فريمون مشكل في لاباس، كيلقاو ميم دي بروبليم باش ينطقو كوريكتومون الاسماء ديال لي موجول. ميم لو تيرم موجول على حسب تجربتي في لافاك كنلاحظ بلي فريمون عندو بزاف القراءات، وما كيختلفش اونكور على حسب لي قاري في بريفي ولا لي قاري في بوبليك، حيت المنظومة التعليمية ككل في المغرب الخبار في راسكم. اغلبنا عندو مشكل في النطق، مشكل في لا برونونسياسيون، وماشي في الفهم. كنقدروا نفهموا مزيان داكشي اللي كيتوجه لينا في الديالوج، وكيكون عندنا فريمون بزاف ما نقولوا، بزاف لي زيد بغينا نوصلوا من الطرف الاخر، ولكن البوف فوكابولير ديالنا ما كيعاوناش. كنوصلوا قل من 50% من لي زيد اللي كيدور في عقلنا، حيت اللغه ما معاوناش. كوغامون لو فرونسي من اهم اسباب الثقه في النفس. كل واحد فينا كيكون بالفطره كيتمنى يتقن ولو لغه اجنبيه وحده يدوي بها بعفويه بطلاقه سون ستريس وبلا تفكير مسبق وبلا ترقيع في الجمل. الخطا الشائع هو كيفاش انا غادي نجرأ ندوي وانا عندي نقص كبير في المخزون اللغوي؟ كيفاش غادي نقدر نعبر على داكشي اللي بغيت وانا عندي لا باز ديال الغرامير والكونجوغيزون كارثيه؟ كيفاش غادي نقدر نسوفي راسي؟ اونيتمون الحاجه اللي كتجعلنا فريمون نساليو قبل ما نبداو الحاجز اللي عندنا سي با ان بروبليم تكنيك، ماشي هو النقص في المخزون اللغوي، ماشي هو لا باز الهشه اللي عندنا. المشكل هو مشكل نفسي، كنخافو بزاف من نظره الاخر. باغ اكزومبل في لونفي كنخافو نمال برونونسي وضحكو على لي كوليك، في ان ريستورون كنخافو نمال برونونسي وسميت البلا وضحك لنا السيرفور، كنخافو من هادي ونخاف من هادي ونخاف من هادي، كنضيعو في هاد المتاهات، كنخافو بزاف من بلابلات الناس، وكنضرو بهادشي راسنا حنا بالدرجة الأولى. هنعطيكم اون بتيت بروف ديال أنه فغيمون المشكل هو مشكل نفسي أكثر ما هو مشكل لغوي، أكثر ما هو مشكل في المخزون اللغوي. باغ اكزومبل في داك الموقف ديال الريستورون قدام ان سيرفور، جابوا ليك المنيو اختاري شي بلا لي بغيتي. باغ اكزومبل المنيو يكري بالانك فرونسيز و قلتي للسيرفور شنو بغيتي، بي بغيتي ديفلوبي مع دي زيدي عندك تيتسول ولا كدا بلا لانك فرونسيز، باسكو هي لا لانك باش دوي معاك. باغ اكزومبل هو في الاول كدوي كدوي كدوي، بي مشى ليك لو فيل هربيك لو فيل مشاو ليك داك ستريسا، كتبانيكا، كتحمر، كتعرق، كترضاش، كتحرج، كتبقى تشوف جناب كيما يسمعوك الناس الاخرين، ما كتحمش راسك قدام داك السيرفور. نتخيلوا نفس الموقف كونتراليك وانت كتدوي بلا لونغ ماتيرنيل ديالك، باغ اكزومبل كتدوي بلا لونغ بالدارجه ديالنا لا لونغ ديالك، تبقى عادي، ما كتحمر، ما كتخضر، ما كتصفر، ما كتعرق، ما كتحرج، عادي. كترتاجل كتحاول توصلي الفكره ب تمثلها ليه ولا بجمل مطوله حيت مشى ليك داك لو تيرم، كتبقى عادي. بيت القصيد لو بروبليم ني با ان بروبليم دو فوكابولير مي ان بروبليم دو جيستيون دي زيموسيون. بور سولا فهاد لا بروميير فيديو ولا التيم بغيت نعالج المشكل من لا باز ديالو اللي هي كيما ذكرت لا جيستيون دي زيموسيون،
et par la suite, si vous allez être réactif, غادي نطرق للمشكل من الكوتي بيورمون لينغويستيك. وبهذه المناسبه كنشكر ما كوليغ اللي اقترحت عليا هذا لو سوجي، وانا كندير لا ريشيرش وانا كنفكر فيه، جو مو ديزاي علاش ما فكرتش في هذا التيم في لا بروميير فيديو، حيت فريمون غير في لونتوراج الصغير ديالي كنعرف بزاف لي زيكزامبل وبزاف الناس اللي محتاجين سو جونغ دو فيديو. قبل ما نشوفوا لي زاستوس جبت لكم اليوم، بغيت نحل واحد لا بتيت بارونتيز. مشكل اللغه هو مشكل ما كيتعلقش بلاش، ان جامي ترو طار باش نتعلموا واحد لا لانغ جديده. بزاف منا كيفشل كيبقى يفشل في راسو بداريات، صافي انا كبرت ما يمكنش نعاود نقرا لغه جديده، ما يمكنش نتدارك المشكل اللي عندي في اللغه الفرنسيه، عقلي صافي ما بقيش يقدر يستوعب معلومات جداد. دراسه قام بها مجموعه من العلماء في اسرائيل حول علاقه اكتساب اللغه بتقدم السن. الدراسه شملت عينه كتكون 2000 شخص بما فيهم اطفال ديزادوليسون المراهقين وبالغ. النتيجه ديال هذه الدراسه كانت هي انه البالغين ديزادولت كانوا هما اكثر شريحه تميزات وتفوقات في اكتساب اللغه اللي كانت هي موضوع الدراسه ديك الساعه. جو مو رابيل با شنو كانت، المهم كان شي لونغ بلو كومبليكي كو لا لونغ فرونسيز. ودوك العلماء رجحوا انه هاد النتيجه كترجم لو فيت كو لي زادولت اكتسبوا بفضل الكوميول ديال دوك لي زاني فيكو النضج العقلي، اكتسبوا سورتو استراتيجيات ومهارات حل المشاكل المعقده، واستثمروا هاد الشيء في اكتسابهم لديك اللغه. بيت القصيد، كل مشكل عنده الحل، كيخصنا غير نطفيو الضو شويه على داك العجز والكسل اللي فينا ونوضو نقلبو على حل راسنا. وجبت لكم اليوم في هذا النطاق كيجيما حلول ودي زاسيوس ودي تكنيك دي تكنيك ملموسه تطبيقيه وسورتو تري افيكاس. واش بالزربه هادي كتبقى لا سوليوشن لا بلو بيت اللي كنلجؤوا ليها فاش كنستريساو، فاش كنبغيو نتفاداو داك لو سيلونس في لي فراز، فاش كنبغيو نهربو دغيا من لو ريغارد دو لوتر، كنبغيو دغيا نرميو هادوك لي فراز اللي عندنا بحال هزينهم على الجمر. اور لو فيت دو بارلي ترو فيت كيخليش وقت للعقل فين يفكر وفين يعرف شنو يقول، كتوقع ديك لا ديسكوردونس ما بين العقل وفهمنا شنو كيقول، كنصدقو بيان سور ديال لي فراز. بحكم انني كنسكن في واحد المدينه سياحيه، كنتلاقى فريكامون بلي توريست، فكنلاحظ واحد الحاجه. ان توريست فاش كيبغي يسولك ولا كيبغي يدوي معاك يوقفك، كنلاحظ واحد الميزه في درسو، هو كيدوي بسا لونغ ماتيرنيل بورتون كيدوي معاك بجمل قصيره تري لونتمون مو بار مو بشويه، كيحاول يوصل لك الفكره بابسط ما يكون. كما قلت بورتون هما سي لوغ لانغ ماتيرنيل، فحنا سي با لانغ سي با نوتر لانغ ماتيرنيل، لانغ فرونسيز هي واحد لانغ اترانجير علينا، علاش نزربو علاش نعقدو الامور؟ مو بار مو بشويه عليك بجمل بسيطه، حاول واخا تبقى مع ديك ليدي 5 دقائق عاد باش توصلها، هادشي ما كيهمش، هادشي كيهم ماشي لوغتك، راه ديجا سي تون فافور، راه ديجا سي تان بيان لو فيت انك تعلمها، فما تكومبليكيوش لي شوز. سورتو فاش تبغيو تدويو بإي لونغ إترانجيغ، ريسبيري فو. لو فيت دكزارسي اون ريسبيراسيون ريغولييغ كيوصل لوكسيجين للعقل وكيعاونو باش يفكر دون مانيير موان لونت. سي نورمال دو بونسي موان فيت اون بارلون لو فرونسي، حيت كيما قلت c'est pas notre langue maternelle. Donc, خذوا وقتكم، فكروا بشوية، وعاونوا راسكم بأون ريسبيراسيون ريغولييغ. اوكي با، فاش تكونوا وسط ان ديالوغ ويمشي لكم لو فيبر، ما تلقاوش باش تكملوا ديك لا فراز اللي بديتو، ne vous bloquez pas، باناليزيو هذاك الموقف في عقلكم، خذوا كوم ان تشالنج، كوم ان جو، راه ماشي لا بدا لا فراز تكمل بالضبط اوبليغاتوارمون بداك لو تيرم اللي مشى ليك.
تقدر تعبر على ليدي بجوج جمل اخرين كاع طوال، تقدر تلجئ لدوت خاسيوس، ترسم داك الشخص باش يفهمك ايتترا. المهم نو فو بلوكي با، سي لا لونغ دو موليير، سي با لا نوتر. راه عاجي ما نعرفوش ليها، عاجي نمشيو لينا لي مو، عاجي ما ندويوش بها مزيان. نو فو بلوكي سورتو با. كي ديما في لا ديرنيير تكنيك كنبغي نعطي ما بروبر انترفونسيون في السوجي. Personnellement, alhamdulillah, j'ai une bonne langue française. Elle chie, awel mchati, dati ya fnfsi, wad chahada alhamdulillah l'entourage sghir djali. Had chi علاش كنبارطاجي معكم وعلاش كنقولوا؟ كنقولوا باش vraiment تاخذوا en compte كاع لي بيتي كونساي سكري لي بغيت نبارطاجي معكم par la suite. Personnellement, عمرني ما قريت في بريفي، جامي ما دخلت لون ايكول بريفي، وعمرني ما دخلت ان سونتر دي لونغ، وميم التعليم الاولي ما دخلت ليهش. دوك لي 3 زون اللي كيكونوا مورا الابتدائي ما قريتهمش انايا، دخلت ديريكتومون للتحضيري. بورتون الحمد لله عندي ان فور باجاج مورا هاد لي زاني كامله، عاوني في بزاف د الحوايج، وكان هو السبب في اتساع ديال بزاف الامور. الوغ كيفاش اكتسبت لا لونغ فرونسيز؟ الصغر ديالي كان عندنا في طيلة التعليم الابتدائي والإعدادي، الإعدادي هي دوزون حيتاش التخوازيام ماني قريتها في واحد الكوليج آخر. مهم كان عندنا نادي القصة، نادي الكتاب. كنت كل نهار كيكون هدفي في الحياة هو نوفر 10 دريال باش في الاخر النهار مع 5 ولا مع 6 نقدر نكري أطول قصة ممكنة ولا أطول غومون ممكن، وندي الدار ندوز بيه ديك الليلة. فاش كنقول غمور ما كانش مجلد، كان ماكسيموم 100 صفحة، وفي كل صفحة نصها إلوستراسيون ونصها تكس، وداك لو تكس مكتوب قراقدتو قداش ويب كلمات بساط وقلال ومفهومين. بورتون كنت في داك الوقت نص الكلام، نص داك لي مو كنفهمو ونص ما تنفهموش، وكان ديما تيكون حدايا صديقي الوفي لاغوس. كنت بغيت نجيبو نوري لكم، ولكن عندنا واحد الانسان في الدار مكلف بانه يدمر اي حاجه كيحط عليها يديه لي واختي، مشيت قلبت عليه دابا ما لقيتوش. المهم هاد لاغوس كان عندي الطبعه القديمه ديالو، غنقلب عليها من بعد. كان ماشي هذا اللي كاين دابا، ماشي هاد لو جون اللي كاين دابا، كان موف، كان غزال. كانت بالنسبه ليا متعه الحياه الدنيا وانني نبقى نقلب، كنستمتع اكثر وانا كنقلب على لي مو فلاغوس اكثر من داك الغومون اللي كنقرا، حيتاش كان لي زيكسبليكاسيون تيكونوا بكلمات بساط وتيعطيك واحد ليكزامبل في التحت، وبارفو تلقى كاع لي ليستراسيون كتشرح لك. كنت كنستمتع بزاف بهذا الشيء. دايوغ حتى في هاد لاج عندي في مون تيليفون واحد لابليكاسيون ديكسيونير، فاش ما كنلقى ما ندير كندخل لهداك ديك لابليكاسيون كنبدا كان باغا ندير اربيترمون ديمو كنبدا كنقرا شرح ديالهم. كنستمتع بزاف بهادشي. ما عرفتش واش حتى نتوما غايجيكم هادشي ممتع ولا لا، على الاقل جربوا وردوا لي خبر. هاد لابيتود مازال فيا حتى لدابا، اي حاجه شريتها فشي امبالاج كما كان، من عند مول الحانوت، من عند الدار، من عند مول السريعه، المهم امبالاج فيه شي كتابه، فيه شي الستراسيون، ضروري خصني نقرا، ضروري ما خصنيش نفلتها، خصني نستافد، خصني ديك الحاجه ديك الورقه ضروري كيقول لي راسي راه غادي تلقاي فيها شي حاجه غادي تنفعك، واخا تنفع هي الذاكره البصريه، واخا هي شي حاجه تدوز على عيني من بعد نقدر نحتاجها شي نهار. تخويمو هادشي راه فريمون يوتيل. Une fois vous adoptez cette habitude, un jour, elle avait raison. انا داك النهار شريت كدا وكدا، قريت ديك الورقه، دازو ليا تحطت فواحد الموقف، لقيت بلي راه في عقلي واحد لو تيرم عقلات عليه واخا غير عينيا. فين شفت هذاك لو تيرم؟ فين شفتو؟ في الورقه الفلانيه اللي كنت قريت. الذاكره البصريه راه حتى هي مهمه بزاف، لي مو ولا لي فراز ولا لي زيكسبرسيون اللي كيدوزو على عينينا عقلنا راه كيعقل عليهم، و انكونسيامون راه كيحاول يلقى ليهم دي زيكسبليكاسيون بداك لو بيتي باجاج اللي ديجا حنا عندنا في عقلنا. الوغ ميم هاد لاسيوس راها بسيطه بزاف و سامبل، راه اي لي تري
تري تري يوتيل. كنتمنى انكم تادوبتوه. انا واحد الانسان اللي فريمون كينسى بزاف, عندي مشكل عويص في لي ترو دو ميموار, كنسى فريمون بطريقه رهيبه وكنسى دغيا شي حاجه الا اللي هي كانت غير عابره وفريمون ما درتش اتونسيون, ما دويتش مع عقلي, رد البال هاد راه من بعد راه غادي نحتاج عافاك عقليه لاتي, ما كنعقلش. وهاد البروبليم عرفت بلي كيعاني منه بزاف الناس ميم في هاد لاج, وسورتو في المسيره ديال لابرونتيساج دي لانغ. الكونسيل اللي جيتكم بيه في هاد البيتا سوسيا, سورتو با ما تكتبوش باش تعقلوا, ما تقولوش غنكتب هاد الحاجه باش فاش نرجع ليها غادي نعقل عليها, سورتو هذاك لو جيست انك كتكتشف واحد الكلمه جديده وكتمو تقلب على الديكسيونير كتقلب عليها فيه, ولا كتمشي لجوجل وتقلب على ليكسبليكاسيون, وفي الاخر كتمشي تشد ورقه تقطع تمشي تفطر تكتب ديك ليكسبليكاسيون بدريعات نهار نحتاج لها نرجع ليها, كيبان كومبورتمون مزيان وكلاسيكي ولكن في الواقع راه سي تري امبيتون بور لا ميموار. حيتاش هذاك لو فات انك كتكتب كتلجئ للورقه اش تقول لعقلك, غير ارتاح انت, يرتاح انا راه عاكس في هذه الورقه نهار نحتاج لهاد الشيء راه غادي نرجع ليها انت ولي عليك. ولكن انت فاش غادي تكون في ان ديالوغ ولا في ان ايشونج مع واحد لا بيرسون وغادي تحتاج بالضبط لهذيك الكلمه, واش غادي توقف انت الديالوغ تمشي تقلب على هادشي لا عقلتش على الورقه فين حطيتها, ولا كاع نقولوا الكتاب اللي كتبتي فيه ما غاديش تعقل فين حطيتيه, ما غاديش تعقل على الكلمه اون فوا كنكتبو تما مات هذيك لا انفورماسيون ما غاديش نعقلو عليها. هذاك غير بحال ان كالمون كنديرو ديك الساعه ما كينفعنا فوالو. داكشي باش كننصحكم نكريبي سورتو با, عقلنا راه سي تان ميغال عطا لنا سي ربي. كاع لي رينوفاسيون اللي كاينين حاليا في مجال الذكاء الاصطناعي ما قدروش يوصلوا لا بويسونس ديال لو سيرفو هيومان, عقلنا راه قادر يميموريزي هادشي كامل, قادر يستوعب هادشي كامل. خاطبوا عقولكم, طلب منه في هذاك لانستون اللي انت لقيتي فيه واحد المعلومه جديده, طلب منه سيلتو بلي عافاك خصص ليا واحد لا سيلول فيك, عطيني واحد الحيه صغيره بغيت ندخل ليه واحد لانفورماسيون. خاطبوا راس والله الا خاطبوا عقلكم هكذا, انا جو في سا, عطيني واحد الاسباس صغيره بغيت ندخل ليه واحد لانفورماسيون. هادشي راه فريمون هو اللي كيطرا عقلك, راه كيستجيب لهادشي اللي قلتي ليه وكيعطيك واحد الحيز كتدخل ليه انت ديك لانفورماسيون, وباكا كروي موا كتبقى ميموريزي افي هذيك لانفورماسيون. جيسبر فريمون انكم بالضبط هاد لاسويس فهاد لا فيديو كامل هي اللي تاخذوا فريمون الى قدر ما المهم ما عرفتش فو رياكسيون على لي زاسيوس الاخرين, ولكن هاد لاسيوس بالضبط انا متحمسه ليها بزاف وبغيتكم تستافدوا منها. اخر بوان بغيت ندوي عليه هو قراو عباد الله, قراو نيمبورت كوا. ديرنييرمون قريت واحد الكتاب سميتو 150 ايدي بوغ اميردي لو موند, 150 فكره باش نطلعوا قدام الناس ولا باش نزعجوا الناس ولا باش نمرضوا عباد الله. كتاب بانال, دونك ما بغيتش نباناليزي لي فور ديال ليكريفان, ولكن زعما غير مقارنه مع دوك لي شادور وكذا, واحد الكتاب اللي خارج من داك المول الكلاسيكي تري سامبل, في هو عباره عن افكار دي زيدي 150 ايدي مكتوبين اطوال ايدي كتلقى فيها 3 فراز كبار بوين بوي لي دي سويفونت بنفس لا مانيير, دي مو تري سامبل. والجميل في الكتاب هو انه فكاهي تقلب داك لي زيدي في حد ذاتهم مسليين, دي زيدي بوغ اميردي لي جون. بيت القصيد, قراو اي حاجه, انطلقوا هي من كتوبه سامبل بحال دوك الكتوبه اللي قلت كنت نقرا دوك لي بيتي استوار اللي كنت نقرا, ولا لي بيتي رومون اللي كنت نقرا فاش كنت صغيره واللي انا لحد الان مازال كنقلب عليهم باش نقراهم. قراوهم, واخا تقراو غير القصص ديال المكتبه الخضراء, قراو اي حاجه في هاد المرحله الاولى اللي حنا فيها دابا اللي كنعالجوا لا باز دو جيستيون دي زيموسيون. الهدف هو
هي نعمرو شويه عقلنا غير هذاك المخزون اللغوي الفوكابولير نحاولوا نصوفيو شويه نحاولوا نعمرو ماشي الهدف هو زعما ماشي الهدف بيغمون كولتورال ولكن غير هدف تقني باش نجمعوا بعدا شويه ديال ليمو من حوايج بساط اي بي بار لا سويت غادي نشوفوا المراحل الجايه شنو غادي نديروا حاولوا تقراو خويا مو هادشي راه غادي يعاونكم بزاف فوالا لي زامي وصلنا لا فان ديال نوتر فيديو كنتمنى انها تكون كانت خفيفه على قلبكم ونفعتكم واخا شويه با او موا تكونوا لوكاليزيتو راسكم في هذا المشكل وعرفتوا تضحت الصوره هاشنو غادي ندير على لاستوس اللي غادي ناخذ هاد لي زاستوس اللي دوات عليهم هند كنتمنى فريمون انكم تاخذوا هاد الشيء بعين الاعتبار وبجديه انا جو سوي لا بور فو زيدي كما قلت في الاول سي فوزالي تدغياكتيف في توجور في لو ميم تيم غادي نحاولوا نعالجوا البروبليم من الكوتي بيغمون لينغويستيك سينو ميرسي بوكو لي 222 ابوني في موا كان موا شكرا لكم بزاف شكرا على الكونفيونس اللي درتو فيا وجو ميكسكوز حيتاش ما كنتش عاطيه لاشين ديالي حقها حيتاش ديغنييرمون سورتو في هذا الشهر اللي درت فيه لاشين كان عندي خدمه بزاف وكان عندي d'autres préoccupations. D'abord, je suis en congé, qu'elle nous aide, comme نقدم إن شاء الله محتوى زوينة. كي ديما المحتوى الجاي يكون toujours à la hauteur. À la prochaine.